عقد مجلس الشيوخ جلسة جديدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لاستكمال النظر ومناقشة الموضوعات ومشروعات القوانين المطروحة عليها. ناقش نواب المجلس مشروع قانون خاص بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الهمم، بالإضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023. جلسة جديدة عقدها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لاستكمال نظر ومناقشة الموضوعات ومشروعات القوانين المطروحة عليه. في مستهل الجلسة ناقش النواب تقرير إحدى اللجان المشتركة بشأن مشروع قانون خاص بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الهمم. مشروع قانون يأتي تطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والذي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتتماشى فندم مع حكم المادة 81 من الدستور والتي تلزم الدولة بضمان حقوق ذوي الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا. نحن لازم نأكد على دعمنا الكامل لتلك الفئة لما تمثله من نسبة كبيرة في المجتمع المصري ولما لها عائد قوي جدا في الناتج القومي إذا ما تم دمجهم بالشكل الأمثل. وبعد مناقشات وطرح من النواب وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق الأشخاص ذوي الهمم، حيث تم تعديل الاسم ليكون صندوق قادرون باختلاف. كما شهدت الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023، وطرح عدد من نواب المجلس آراءهم بشأنه. الخطة تتمتع بمرونة شديدة، فمثلما تضمنت الحيل يعني وسائل وأهداف الخطة، تضمنت أيضا طرق التنفيذ ومرونة البدائل والمتغيرات. وفي مداخلة لها بالجلسة أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أن الخطة تستهدف بناء الإنسان وتحسين جودة الحياة وتطبيق مراحل للتطوير التكنولوجي والتمكين الاقتصادي، فضلا عن تدعيم التنافسية الدولية من خلال الاقتصاد الأخضر. كما أوضحت أن 51% من الاستثمارات الحكومية يتم تخصيصها لبناء الإنسان والقدرات وتأهيل للكوادر من الشباب والمرأة وتمكينهم. وفي نهاية الجلسة تم تأجيل المناقشة على مشروع القانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023 من حيث المبدأ والتفاصيل للجلسة المقبلة.